لدي ساعتك. أستاذ غسان أنا بتعلم إنجليزي وفي حتة مضايقاني جدا اللي هي يعني tired of ولا tired from, afraid with ولا afraid from, ولا يعني الصفة بتيجي مع أنهي حرف جر؟ هل في قاعدة للكلام دوت ولا إيه؟ أنا جاي أقول لك كلمة واحدة بس, أعمل الصح. أيوة أنا بعمل الصح والله, وبتفرج على فيديوهات لمستر أحمد أسامة وبقيت الزملاء برضه والله العظيم, وبذاكر وببص في القاموس, بس عاوز قاعدة عشان أنا ما بعرفش أحفظ, أنت فاهمني؟ أعمل الصح. الله يخرب بيت اعمل الصح, وانا انا فاهم والله العظيم, بس هو ايه بقى؟ اعمل الصح, يعني انا عاوزك تديني رول كده او قاعده امشي عليها. اعمل الصح. اعمل الصح. اه حاضر. باي باي يا كوت. الفيديو دوت هيبقى سلسله من 3 او 4 حلقات هنتكلم فيهم على مشكله او معضله بتواجه الناس اللي بتتعلم الانجليش, وان هو في صفات بتيجي مع حروف جر معينه. والسؤال كالاتي, هل ممكن محفظ, يعني هل ممكن لما اشوف الصفه ديت اعرف حرف الجر اللي هيجي معاها ايه؟ ان شاء الله انا في الفيديو بتاع النهارده هجاوب لك على السؤال دوت, وعندي حل للمشكله ديت هتخليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تقدر تفتكر الصفه وحرف الجر اللي بيجي معاها ايه. بس طلب منك طلب صغنون, لو استفدت في اخر الفيديو وحسيت ان انا حليت معاك المشكله ديت بطريقه او باخرى, انا عاوزك تعمل الفيديو دوت شير عشان غيرك يستفيد منه ونوصل لعدد اكبر. Let's get started. هنتكلم في الفيديو النهارده على حرفين جر, of ومش اوفها, of و about. هنتكلم اولا على حروف الجر او الصفات اللي بتيجي مع حرف الجر of. of بتيجي مع الصفات اللي بتعبر عن الخوف والصفات اللي بتعبر عن التعب. تاني, صفات خوف وصفات تعب. يعني خلينا نبتدي بصفات الخوف. afraid, scared, frightened الى اخره. اي صفه بمعنى خائف من بتاخد of. I'm afraid of spiders, I'm frightened of spiders, I'm scared of spiders. واي صفه ثانيه, خلاص انت كده مش محتاج تعرف اي صفه ثانيه بمعنى خائف. نفس النظام لما تحب تقول انا تعبان بنستخدم برضو of. I'm tired of, I'm exhausted of, I'm worn out of, واي صفة تانية بمعنى متعب او تعبان. I'm tired of work, I'm exhausted of work, I'm worn out of work, وهكذا. طيب about بتيجي مع ايه؟ about بتيجي, وركز معايا في النقطة ديت, مع اي صفة بت describe your mood, اي صفة بتوصف المود بتاعك او المزاج بتاعك. سعيد, happy, حزين, sad, غضبان, angry او mad, وهكذا. ناخد examples. I'm happy about my promotion, I'm pleased about the party, I'm sad about what happened to him. ممكن كمان لما تبقى قلقان, ما هو ده mood. I'm worried about, I'm anxious about, I'm concerned about. يعني مثلا I'm anxious about the interview, أنا قلقان بخصوص الانترفيو. ممكن تقول I'm concerned, ممكن تقول I'm worried. كمان من الحاجات اللي بتعبر عن المود غير القلق والحزن والسعادة الغضب, زي ما قلنا قبل كده. I'm angry about the situation, or I'm mad about the situation. كمان من الحاجات اللي بتعبر عن المود لما تبقى حاسس بحماس, I'm excited about, I'm thrilled about, I'm enthusiastic about, I'm excited about the upcoming match, أو I'm thrilled about my daughter's wedding, or I'm enthusiastic about كذا 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 كذا. أي صفة, أنا آسف, بتعبر أو بتصف المود بتاعك يبقى بتاخد about. يبقى فيديو النهاردة اتكلمنا على حرفين جر, two prepositions, of و about. أنا بديك كده حاجة تشويقية, كنت ممكن أتكلم على حروف جر تانية بس عشان أثبت لك إنك فعلاً
الفيديو ده مهم جدا وقائم جدا ولازم يتعمل منه كذا حلقة، بس انا مستني ان انتوا تعملوا شير عشان اعمل منه سلسلة تانية. That will be all for today. Thank you and wish you all the best.